السكوت مقابل الكرسي والحصانة أحياناً، تجاوزات واستيلاء واغتصاب لأراضي تعود إلى الوقف السني في سامراء لا يقابلها أي تحرك رسمي من القائمين على هذا الوقف والمؤتمنين عليه. وثائق حصلت عليها قناة دجلة تثبت بالدليل القاطع ما يجري في سامراء من جرائم استيلاء على أراض وعقارات عائدة للوقف السني تحت أنظار المسؤولين الذين لا يحركون ساكناً لأسباب مجهولة أو ربما معلومة لدى أبناء صلاح الدين. أراض وجوامع ومقابر طاعنة في القدم تعود إلى الوقف السني في سامراء جرى الاستيلاء عليها واغتصابها من قبل جماعات متنفذة وأخرى مسلحة. فبالعودة إلى عام 2019 نجد أن 400 دونم مخصصة كمقبرة لدفن موتى أهل السنة قد جرى الاستيلاء عليها. ورغم مخاطبات مدير الوقف السني السابق في سامراء إلا أن ضغوطاً سياسية حالت دون إرجاع الأرض لأصحابها. تقول المصادر إن الدعاوى القضائية والمطالبات الرسمية بحسم عائدية الأرض إلى الوقف السني توقفت فجأة مع وصول المدير الحالي للوقف السني في سامراء. وترجح المصادر أيضاً أن يكون هذا التوقف المفاجئ ثمناً للبقاء في المنصب ومنح الحصانة السياسية من المساءلة رغم شبهات هدر المال العام والفساد.